جلالة الملك، هناك عمليات اضطهاد يتعرض لها المسلمون في البوسنة والهرسك مثلا، وفي بعض الأماكن الأخرى في بورما. هل هناك من خطة عربية إسلامية لمواجهة هذا الاضطهاد، وكيف يمكن مواجهته؟ حقيقة إذا نحن أخذنا هاتين المشكلتين ونظرنا إليهما بعين موضوعية فقط، نرى أن المسلمين يقتلون ويذبحون شرقا وغربا والعالم لا يتحرك، فكان المنتظر من مجلس الأمن أن يصيح، ماشي صيحة واحدة ولكن صيحات، ولم يتحرك، رغم أن المسلمين في بوسنيا هما من سلالة ليست عربية. فهذا يظهر على أنه القضية ليست ضد العرب ولكن ضد الإسلام. فعلينا إذن، وهذا سبب آخر لأن يجتمع العرب أو يجتمع المسلمون، وأن يجتمعوا على كلمة سواء، أنه في سبيل الإسلام وفي سبيل المسلمين وإعلاء كلمة الدين علينا أن نتصافح وأن ننظر إلى المستقبل. لأن الرجل السياسي كسائق السيارة، أقولها دائما، عليه أن يرى أمامه، ولكن سعى عليه أن يرى في المرآة ليرى ماذا وراءه، ولكن إذا قضى وقته وينظر في المرآة التي تريه ما وراءه اصطدم بشيء أمامه. فعلينا إذن أن نجند أنفسنا لنعين إخواننا في بوسنة وفي بومر، لأنهم هادو مسلمين، ولكن منهم البيض الذين ليسوا مسلمين، ومنهم الذين هم من الصفر وليسوا عرب، وهذو كذلك ليسوا عرب. ومع ذلك لم نسمع صوتا، نسمع صوتا إيجابيا ينهي عن المنكر، وهذا مش معقول.